شو ماله؟ افتح فعلا احسن لقطه اللي هو بغني. يا الله. الله صبح بالخير، كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. حواوري وكل سنه بيجي 4-5 اشهر. حواوري بحب يصور كل شيء. عرفت يعني شو معنات حواوري؟ حواره. ها يا زلمه، حواره بحوارتنا لو مدت باع فيها ننصب خيمتنا من روس سباع. اهلا وسهلا. بس هلا صرنا ارانب ان شاء الله. يا اخي منتوفي امريكا، بلاد امريكا ان شاء الله رب العالمين. الدكتور مصطفى الحاج علي، اهلا وسهلا. كيف حالك؟ كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. دكتور وين، في امريكا ولا في مصر؟ لا، في جامعه النجاح في نابلس. جامعه النجاح على وسهلا. هذا بلدي. ها شو رايك؟ لا بلدي نبالي. ايوه. كيف زيت الزيتون؟ ان شاء الله موسمكم مليح السنه. ان شاء الله يا ان شاء الله رب العالمين. ابو شاي الله يبارك فيك. لا احنا ماشيين على سفر، بس في حابب انه نسجل هيك. ايوه انا هيك لقطات. صب لهم كاس شاي. لا احنا ماشيين عصفر. الله صب للدكتور شوي بس. ماشيين. اتردش عليه. ماشيين يا احنا جايين، وان شاء الله اللي طول اليوم احنا في رحله. ومن الانتخابات وفي رحله. اي انتخابات هاي؟ انتخابات ليش؟ شاردين من الانتخابات. انتخابات بلديه. فكرت بدكم بيرس ولا شو اسمه؟ طيب بيرس ماله بيرس. اي انتخابات يا زلمه. اي والله لو واحد غيرنا غير يتخبى في الطوابين، اذا ظل طوابين. لما بمر وبشوف هالمستوطنات على محاوطاتنا من جميع الجهات. ما بدك تروح امريكا تنتخب قدامهم. بنتخبش، والله عمري ما انتخبت. معقول. 44 سنه. معقول. مش راضي تطلع. في اي ولايه؟ في نيويورك. نيويورك. واجوا علي مره جماعه مشان الانتخابات. جايين مشان نشوفك ونعطي ناخذ رايك مشان انتخابات. قلت لهم اسمعوا، في رئيس لحد هلا قال انا بعارض اسرائيل. اذا قال هالكلمه هذا بنجحش، فاذا ليش انا منصوب؟ ليش انتخب؟ انتخب مين؟ فيش حدا، لا حد يصلح. طيب وانتم الاخوان تفضل نتعرف على اساميكم. احنا من عروره يا سيدي. ايوه سهلة. فلان الفلاني. انا ربح جميل عبد الله خصيب. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. نبيل جميل عبد الله خصيب. والاخ الثاني فادي نبيل جميل عبد الله. طيب انتم يعني ماخذين هذا الزيتون ولا الكم؟ زيتون ملك يا سيدي، هذا لنا. وشو وصلكم انتم لدير السودان؟ أراضنا من كنعان. هيك يعني؟ أراضي قرية عرور تمتد لمصفى. مصفى والله. شو بدرس في الجامعة؟ أنا بدرس اقتصاد كلية الاقتصاد. ما شاء الله، ما شاء الله على هالطبيعة. أيوه اطلع الجبل هيك شوف ما هالمرتفعات، ما شاء الله. ما هي؟ أراضي عرور تمتد. ما شاء الله فلسطين. قال ليش متكالبين عليها؟ بيته. لو تشوف انت هالعليه وهالبيت.